اهلا بكم مشاهدينا، وهذه حلقه جديده من سكرتير التحرير. نحن الان في ضيافه صحيفه الاهرام، ومن اهم وابرز العناوين غدا على الصحيفه: المطالبه بعزل المفتي، الازهر يجدد رفضه زياره القدس، وجمعه الدعوه كانت مفاجاه ولم استطع رفضها. من العناوين أيضا غدا: الدستورية العليا تحيل قانون العزل السياسي إلى هيئة المفاوضين، سلطان 12 ألف قاضي يشرفون على انتخابات الرئاسة، مصدر مسؤول: حق اعتراض العسكري على التشريعات مكفول بغض النظر عن الإعلان الدستوري، مليونيات حماية الثورة تنطلق من عدة ميادين بالقاهرة والإسكندرية والسويس اليوم، التحرير يستقبل 8 مسيرات للشباب والأحزاب، و20 شابا جاءوا من السويس مشيا، إقرار العزل السياسي وتسليم السلطة وإلغاء المادة 28 أبرز المطالب، تأجيل قيد الناخبين لاختيار البابا إلى أول مايو والانتخابات 5 أغسطس. هذه العناوين وغيرها من عناوين وموضوعات نناقشها الآن مع ضيفي الأستاذ عبد العظيم درويش، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أهلا بك أستاذ عبد العظيم. أهلا بك وأهلا وسهلا. نبدأ من هذا العنوان المتعلق بزيارة المفتي إلى هي كانت مفاجأة القدس. يعني زيارة فضيلة المفتي إلى القدس، و ان هو يقام الصلاه في مسجد البراق امبارح. الزياره بتاتي في ظل تطورات كانت حصلت على الجانب الاخوه المسيحيين، ان كان في بعض الاخوه المسيحيين راحوا زاروا الاماكن المقدسه في القدس، واللي لاقت نوع من الاعتراضات الشعبيه، يعني لان احنا كنا عارفين ان قداسه البابا شنوده كان مانع زيارة القدس، بل بالعكس كان بيعاقب الإخوة المسيحيين اللي كانوا هيقدموا على زيارة القدس قبل كده في مسألة إن حرمانهم من سر التناول. هل التوقيت هو ما أثار استياء بالتأكيد الناس؟ أولا التوقيت، ثانيا يعني حتى بعد عيد القيامة، وكان في عيد القيامة هناك بعض الزيارات التي أيضا رفضتها الكنيسة وتم الحديث عنها. وهي ده التوقيت، إن هي لاحق على رفض الرفض الشعبي لزيارة الإخوة المسيحيين للقدس. وفضيلة المفتي كان له رأي قبل كده إن هو مش هيزور القدس غير مع الإخوة المسيحيين برضو عند تحرير القدس وتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي. الزيارة ديت أنا بعتبرها خطأ كبير وقع في فضيلة المفتي، وده اللي دفع القوى السياسية العديدة في المجتمع المصري إلى المطالبة بإقالة المفتي. رد المفتي كان هو يعني بصريح العبارة كان صادم بالنسبة لي، يعني ان هو كان بيرد وبيقول ان هو كانت الزيارة كانت مفاجأة والدعوة مفاجأة وما قدرش يرفضها. يعني كيف له وهو مفتي الديار المصرية ان يفاجأ بمثل هذه الدعوات ولا يستطيع مواجهتها ولا اعتذارها عنها؟ هي ديت القضية اللي انا بالنسبة لي مثيرة بعض الشيء فيما يتعلق برده ده. يعني النهاردة هو اضطر المفتي ان هو يدخل الاجتماع بتاع مجمع البحوث الإسلامية اللي عمله الأزهر من الباب الخلفي، لأن هو كان هناك تخوفات من أن تكون هناك مظاهرات أمام المبنى الخاص بمجمع البحوث الإسلامية، ونزل من المطار. الأمن كان فرض نوع من الحصار حواليه، وعزلوا عن الصحفيين وعزلوا عن الجمهور ولم يعلق بأي شيء فضلت المفتي وخرج وراح على. ولكن فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، وزير الأوقاف الفلسطيني كان الجانب الفلسطيني يرحب بهذه الزيارة. هو طبعا ان هو بيرحب، وده اللي بيرجعنا الى مقولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه هو كان بيناشد الدول العربية والدول الإسلامية انها تتضامن مع المقدسيين يعني او اهالي القدس في مواجهة العدوان. أنا شايف إن مسألة الزيارات ديت اعتراف من الجانب العربي بالوضع الحالي اللي موجود فيه القدس، ونوع من التطبيع حتى وإن لم يحصل فضيلة المفتي على تأشيرة الدخول من إسرائيل، وإنه خدها من الأردن وفق ما قلته، لأن لا أعلم مدى صحتها وإن كنت لا أشكك فيها يعني. نذهب إلى قانون العزل السياسي الذي عاد إلى بؤرة الضوء مرة أخرى. هو مش قانون العزل السياسي، هو مصطلح على تسميته قانون العزل السياسي، إنما هو اللي معروض هو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية، لأن هو تعديل شمل قانون ممارسة الحقوق السياسية وفرض نوع من العزل على من تولى مناصب تنفيذية أو مناصب حزبية خلال العشر سنوات الأخيرة فيها. القانون طبعا بيثير حفيظة البعض من ان هو غير دستوري
وانا بالتاكيد انا شايف ان هو غير دستوري، لان الـ يعني الـ القانون او فلسفه العقوبه انه لا عقوبه بدون جريمه ولا جريمه بدون محاكمه، يعني فكيف لنا ان نحكم على شخص انه ارتكب جريمه دون ان نتيح له فرصه الدفاع عن نفسه وغيره ونصدر حكم ضده بمساله، بصرف النظر عن ان انا بأؤيد او بختلف، انا بتكلم من الناحيه المبدئيه. هل هناك وقت اصلا بهذا القانون؟ هل هناك وقت؟ هو كان صدر بعد نوع من الصدام ما بين الاخوان المسلمين وبين المجلس العسكري لما نزل اللواء عمر سليمان مدير المخابرات الاسبق في سباق الرئاسه، فهو يعني تم صياغه مشروع القانون في محاوله للتخلص من عمر سليمان كشخص عمر سليمان. وبالتالي فهو مطعون في دستوريته، لانه هو اولا بينص على تطبيق باثر رجعي، وده ما فيش قانون في الدنيا بينص على قانون على الاثر الرجعي. ثانيا ان هو مقصود به نوع من التفرقه ما بين المواطن واخر، ما فيش اي فرصه في كده. ثالثا ان هو بيتناقض مع الاعلان، نص الاعلان الدستوري اللي تضمن مواصفات ترشح لرئاسه الجمهوريه. نعم. وبالتالي فهو يعني نوع من تصفية الحسابات ما بين الإخوان المسلمين باعتبارهم أصحاب الأغلبية البرلمانية وبين المجلس العسكري، لأن الكل كان بيرى أن نزول عمر سليمان ماراثون الرئاسة هو بإعاز من القوات المسلحة، وأنه هو مرشح القوات المسلحة على الرغم من أن الخطاب الإعلامي للقوات المسلحة أنها ملهاش مرشح رئاسي، الإضافة إلى أنها بتقف على مسافة متساوية من كل المرشحين. نعم، نذهب إلى تصريحات فاروق سلطان. 12 ألف قاضي يشرفون على الانتخابات الرئاسية، ويعني هو ده المفروض أنه هو يعني أنا شايف أنه هو إجراء روتيني بحت، لأن هو لا انتخابات إلا دون إشراف قضائي. 12 ألف قاضي على 52 مليون ناخب، لان هو لمن له حق الادلاء بالصوت هم 52 مليون ناخب موزعين على الاف من اللجان الانتخابيه. انا شايف ال 12 الف قاضي برضو رقم يعني لا يكفي تماما لتحقيق الاشراف القضائي الكامل او كما هو ينبغي ان يكون على مساله الادلاء بالتصويت في يعني اول انتخابات للرئاسه في مصر. نعم، نذهب إلى مليونيات الغد، مليونيات حماية الثورة. هنعتدها يعني المليونيات عادت مرة أخرى لتطل على المشهد السياسي يعني. والمليونية غدا يعني أو المليونيات لأنها هتبقى في أكثر من محافظة وفي أكثر من مكان. طب كان هناك هدف واضح الجمعة الماضية، ما الهدف هذه الجمعة؟ إن هو إكمال مسألة العزل، إن هو العزل يعني او من ينادي بتطبيق العزل السياسي لا يكتفي بعزل عمر سليمان فقط، انما هو بيستهدف كل من كان يمثل موقعا قياديا اي خلال العشر سنوات، ومقصود به احمد شفيق وعمرو موسى باعتبار ان هم يعني من ضمن ما يمكن ان نسميه رموز النظام السابق، محسوبين على النظام السابق. طبعا. التحرير في نفس السياق، التحرير يستقبل 8 مسيرات للشباب والطلاب والاحزاب، و20 شابا جاءوا من السويس مشيا. وابتدوا النهارده يعني ابتدوا يمشوا من النهارده على اساس ان هم هيجوا، نوع من اظهار الاعتراض على ما يدور الان على الساحه السياسيه، وان هم بيطالبوا برضو بان هم ما يكونش تحصين المادة، تحصين الأحكام اللي بتصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أي طعن. نعم. قضائي، وهي المادة الخاصة بالإعلان الدستوري المادة رقم 28 إن هو بيحصن قرارات اللجنة لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أي طعون قضائية. هما بيطالبوا بتعديل هذه المادة، وإنها باعتبار إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية لابد أن تكون قراراتها قابلة للطعن. القضاء. الجمعة الماضية كانت جمعة حاشدة في ميدان التحرير، على الرغم من أن هناك تيارات كثيرة لم تأتي إلى ميدان التحرير. هل تعتقد أنه غدا
سيكون نفس المشهد وربما أكثر أكثر حشدا غدا، لأن معظم القوى السياسية إن لم يكن جميعها هتشارك في هذه المليونيات. نعم. والمليونيات تخرج من عدة مساجد في القاهرة والجيزة وتلتقي في ميدان التحرير، إضافة إلى طبعا ما اعتدنا مثلا منطقة الأربعين في السويس ومسجد القائد في اسكندرية وغيره في معظم المحافظات. وأنا أعتقد أن ميدان التحرير باعتباره أصبح رمزا فعلا المليونيات الثورات العربية، من الممكن أنه هو يكون أكثر حشدا عما كان عليه يوم الجمعة الماضي. نعم. من هذا الموضوع إلى أين نذهب؟ يعني إحنا عندنا في لجنة وزارية النهاردة تم تشكيلها علشان هتضع الآليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والآلية الخاصة بتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة باعتباره هيعود مرة أخرى إلى نظام السنة الواحدة، ما هواش على عامين أو على على مرحلتين. في خبر تاني وهو الأزمة، أزمة مياه الشرب اللي بتعاني منها محافظة مرسى مطروح، وواضح أنها أزمة محتدة للغاية، الأمر اللي دفع إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة أنها بتدفع بقطار محمل ب 600 طن من المياه لمدينة مرسى مطروح على أساس أنها تنقذها من العطش. يعني واضح أنها في أزمة في مياه الشرب وأزمة حادة وعنيفة. عندنا خبر مهم للغاية ويتعلق بالإخوة المسيحيين. احنا زي ما كنا عارفين ان هو كان المفروض ان هو هيتم قيد الناخبين اللي هيشاركوا في انتخابات البطريرك اعتبارا من قيمة يومين، وبعدين تم تأجيلها بقى. المفترض كان فيها ان هو هتبدأ قيد الناخبين اعتبارا من غدا الجمعة، الا انه للمرة التانية هيتم تأجيلها الى اول مايو المقبل. الانتخابات، انتخابات البطريرك الجديد ان شاء الله هتكون يوم 15 اغسطس، وانما هناك واضح ان هناك معايير جديدة لاجراء مثل هذه الانتخابات لارقى موقع كنسي في الكنيسة الشرقية. صيف انتخابي من الدرجة الأولى. أفنم؟ صيف انتخابي من طبعًا الدرجة الأولى. طبعًا. نذهب إلى مقالك اقتلوهم. أنا بتكلم على أصحاب المعاشات، لأنهم دايمًا بيبقى لا حول لهم ولا قوة، وإنهم كل ما يثار أي شيء عن مسألة زيادة العلاوات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، فبيضطر بعد ذلك إن هو نصيب أصحاب المعاشات بيكون الحدود الدنيا من هذه، على الرغم من أن قواعد الموضوعية بالفعل وقواعد تحقيق العدالة لابد أن هم يبدل نصيب الطرفين. يعني هم اللي ياخد أقل هم العاملين، واللي ياخد الله أكتر هم أصحاب المعاشات، باعتبار أن هم أفنوا عمرهم في خدمة عملهم. دي نقطة. النقطة الثانية أن أصبحت بالفعل في ظل غياب نظام للتأمين الصحي، نظام جيد للتأمين الصحي، إن معظم القروش اللي بياخدوها في معاشاتهم أنا بعتبرها مجرد قروش لا تحتمل مجرد علبة دواء، واللي بيوصل لسن المعاش في ظل تدني الخدمات الصحية في بيعاني كثير من الأمراض، التصلب والشرايين، تصلب الشرايين والقلب والروماتيزم وغيره، لا يحتمل معاشه. نعم. مسألة نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد العظيم درويش مدير تحرير الأهرام. أشكرك جزيلا. شكرا الله. مشاهدين بعد هذا الفاصل نلتقي مرة أخرى وموضوعات أخرى من صحيفة الأهرام، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى من صحيفة الأهرام. الآن معي الأستاذ عماد الفقي مساعد رئيس تحرير الأهرام، أهلا بك. وأيضا أستاذ محمد شمروخ عضو ديسك البوابة الإلكترونية، أهلا بوابة الأهرام، أهلا بك. أبدأ معك أستاذ عماد من موضوع زيارة المفتي للقدس مرة أخرى.
طبعا زي ما معروف طبعا ان زيارة المفتي هي اللي بتتصدر المشهد السياسي خاصة في الصحف اللي هتصدر غدا ان شاء الله. هو طبعا الموضوع بتاع الزيارة اخذ اكتر من بعض، وخاصة ان كان السائد ان جميع القوى السياسية وبما فيها حتى القوى الشعبية بتستنكر تماما التطبيع سواء بشكل رسمي او شعبي مع اسرائيل. وان كان المفتي ابدى وجهة نظره ان هو كان الهدف من الزيارة ان هو يوصل المسلمين بالمكان بعيدا بقى من المسيطر عليه بالشكل السياسي. طبعا اكتر من قوى سياسية بتعلن رفضها بشكل قاطع بدون الاخذ في الاعتبار اي مبررات، وان كان الراجل بيأكد ان هو ما راحش بصفته الرسمية، وان كان راح كمصلي ولكن مصري. ربما سبب الاستياء هو التوقيت، يعني نحن نعلم ان البابا شنودة الثالث كان ضد هذه الزيارة وهو الان غائب عن المشهد برحيله، وبالتالي ربما التوقيت هو المشكلة. ده صحيح، ده صحيح. وان كان برضو ان الـ 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 البابا لما كان اعتبر ان الزيارة ممنوعة على الاقباط كان برضو كان كل القوى السياسية عارفة انه هو كان اتجاه للدولة، ما كانش قاصر على الاقباط بس بشكل عام، انما كان الاتجاه السائد بالنسبه لهم هو احتراما لقدسيه رمز البابا. هم كانوا بيرفضوا الزياره، انما كان في كتير قوي بياخدوا الموضوع بشكل القدسي بشكله الديني العقائدي. صحيح، ولكن رجل بقامه المفتي يعني هناك من يلوم عليه انه كان يجب ان يضع ذلك في الاعتبار. ده صحيح، وده اللي فجر الازمه دي بشكل حقيقي. من هذا العنوان إلى أين نذهب؟ من هذا الموضوع إلى أين نذهب؟ هنذهب طبعا إلى الاجتماع المهم اللي كان بيعقد رئيس الوزراء اليوم، وهو خاص بإيرادات الدولة اللي كان بيبحثها النهاردة الجنزوري. هو الاجتماع طبعا كان بيتناول فيه الجنزوري اليوم مشكلة الدولة في الاحتياطي الاستراتيجي بتاعها وبالذات الاحتياطي المادي. وإن كان مضمون الاجتماع برضو كان بينبئ عن بعض الأرقام اللي تدعو للسخرية، يعني مثلا في رقم هنا ممكن يستوقفنا بوجود 1115 مستشار يتقاضون مبالغ طائلة في عدد من الأجهزة الحكومية. 1115 مستشار دول كان لازم نعرف بشكل موضوعي مدى الإفادة اللي عادت على الأجهزة من وجود المستشارين، وإن كانت دي زي ما بيسموها على 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 حسب بقى مدة الحمى القلعية الشوطة بتاعت الدواجن دي بنسميها، هي شوطة كانت في الجهاز الإداري بتعيين جميع المستشارين وكانت على سبيل المجاملة مش بشكل حقيقي بغرض إفادة الأجهزة. في موضوع تاني طبعا ده بيتصدر المشهد، مش السياسي بقى، بيتصدر المشهد الإنساني والاجتماعي لمصر كلها، اللي أنا بسميه بشكل متواضع كده العبس في مقدرات الشهادات وعلى رأسها شهادة الثانوية العامة. النهاردة مؤخرا احنا بنقول ان احنا هنرجع للنظام ان هو اللي يخلي الثانوية العامة سنة واحدة. انا خايف جدا ان هو بعد ما يتولى رئيس للبلاد وبعد ما كل الاوضاع تستقر يرجع بعد كده مجلس الشعب ويقول لنا لا احنا اكتشفنا ان في خطأ ما ونخلي الثانوية العامة سبع سنين مثلا، سنتين او ثلاث سنين، او ناخدها بالأدمية، مش عارفين احنا هنروح فين، فربنا يستر يعني. ولكن حينما يناقش مجلس الشعب موضوع الثانوية العامة هو يناقشه تقريبا كما يقول البعض، تقريبا كما كان يناقش قبل الثورة، يعني التعليم أهم، يعني موضوعه وملفه أهم وأعمق بكثير من إن هي الثانوية العامة سنة ولا اتنين. ده صحيح، بس أنا ملاحظتش في جميع أبعاد المشهد اللي ناقشوا فيه الثانوية العامة سواء هتبقى سنة أو سنتين مدى الضغوط اللي بتواجه الأسرة المصرية ومدى الضغوط بشكلها الضمني وبشكلها الصريح بشكلها الخفي وبشكلها المعلن. لازم حد يقول لي بشكل عملي قوي رب الأسرة بيغرم قد إيه من أعصابه، من فلوسه، من أمواله، من كل حاجة. دي بتعد ضريبة حقيقية بتدفعها الأسرة عشان خاطر ابنها أو بنتها تعدي من الشهادة اللي احنا بقت بالنسبة لنا هي شبح أو عفريت بيخوف الأسرة المصرية من زمان وحتى الآن. وما اعتقدش حتى، وده مش بيدعو للتشاؤم، ما اعتقدش حتى قدام دي ممكن تحل هذا الوضع القائم. نعم، أنا متهيألي إنه بعض الأهالي سيطالبون بأن الثانوية العامة دي تتكتب في الدستور إنها سنة واحدة وحيدة. أتمنى أو ينزلها علم دستوري خاص بيها فنخلص يعني. طيب نذهب إلى موضوع آخر. في طبعا مليوني تقرير المصير
اللي بيشهدها ميدان التحرير طبعا غدا. وان كانت المليونيات او كما اطلق عليها من بعض يعني من بعض القوى السياسية حماية الثورة ايضا طبعا. المليونية اللي هتنظم غدا بعض الناس فقد الثقة فيها، وما اعتقدش حتى ان البعض ده اقصد بيه بعض اقلية، لا ده بعض اللي هم بيسموها كمان اللي هم الصامتين في الشعب المصري، اللي هم بدأوا فعلا يفقدوا الثقة في مدى منهجية التعامل من خلال القوى السياسية اللي بتدعو مرة للمعارضة وبتدعو مرة للتحالف مع قوة ما، وبتدعو مرة لمناهضة المجلس العسكري، ومرة بتدعو الوقوف وراء مرشح ما للانتخابات الرئاسية. أعتقد المشهد بقى أكتر منه عبثي من وجهة نظري. فأعتقد لو بكرة مليونية تقرير مصير قدرنا نطلع بيها بجملة مفيدة ان احنا نتجه ناحية التمسك بمشاعر الثورة اللي فجرتها بشكل حقيقي، ده هيكون نجاح للمليونية من وجهة نظري. فأعتقد ابرز الطلبات غدا ستكون ماذا؟ ابرز الطلبات برضو يعني ما تبعدش كتير عن يعني ما هو الطلب الذي سيوحد كل هؤلاء غدا؟ لا انا استبعد وجود طلب واحد يوحد كل، لكن هناك من يتحدث عن قانون العزل السياسي، هو سياتي على الاولويه غدا في الاولويه. في نفس الوقت اللي هيطالب فيه انصار بعض المرشحين المستبعدين بفتح ملفات تحقيق لاستبعاد سين وصاد، وده مش هو الهدف خالص. الهدف ان احنا نبص للبلد بشكل عام من فوق او من بعيد، اتجاهها هيكون فين بشكل جماعي، مش بشكل فردي. نعم. مش بشكل خاص بمرشح وآخر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد. الآن أذهب إليك أستاذ محمد وبوابة الأهرام الإلكترونية. شوف اللابتوب الأول كان قفل ولا لا، ممكن تقريبا يعني ممكن نبدأ من الإخوان يرفضون وثيقة إحياء وثيقة لإحياء الثورة أصدرها 12 حزبا وحركة تحشد لمليونية الغد. ما هو ده كان متوقع، لأنه الفرقاء اللي كانوا في شاركوا في بداية أحداث الثورة اختلفوا، والأسباب كتير جدا بالنسبة للاختلاف بتاعهم يعني مش هندخل فيها، لكن كان متوقع كده. هو يعني مش هيجي بكرة نتوقع ان هم هيتلموا مع بعض وهيرجعوا تاني وخلاص وزيتنا يبقى في دقيقنا، لا ده خلاص كان الخلافات اللي هي الموجودة كانت قبل كده هتفضل موجودة بعد كده وهتفضل إلى ما لا نهاية، لأنه مفيش صيغة معينة من البداية جمعت الكل، والموضوع دخل في العشوائية. يعني إحنا دلوقتي عايشين في منطقة عشوائية سياسية، والعشوائية يعني إحنا القاهرة يعني إيه شوية أحياء من العشوائيات، فده سلوكنا يعني. فأنا مش قلقان يعني، لأنه ده الطبيعي بتاعنا إن إحنا نبقى عشوائيين يعني. ولكن بعد الثورة احيانا يكون المشهد غير واضح، يعني ده عادي، ده ياتي في اطار العادي. لا اصل الكلمه دي احنا عارفين زي ايه، واحد مثلا الدكتور بتاعه بيقول له ايه ما تقلقش انت هتعيش وهتبقى كذا، هو عارف انه هيموت بعد بكره، واخد بالك؟ الكلام ده بيتقال بس يمكن عنده امل بنصبر بيه بعض. لا انه بعد الثوره، طب ما ثوره يوليو بعدها بسنتين بالكثير جدا الامور استقامت وما حصلش اللي حصل ده كله. ثورات كتير يعني، هنجيب ثورة مثلا نقول زي الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية دي كانت عمل إرهابي ودموي. لا هنروح بعيد ليه؟ في ليبيا، في تونس، في سوريا، في اليمن. وليه عشوائية؟ ليه نحكم على نفسنا عشوائية؟ احنا الثورة دي بنعملينها علشان نعمل ننظم حياتنا. ولكن أين العشوائية بالتحديد من وجهة نظرك؟ عشوائية في الاتفاع على الدستور، عشوائية في الاتفاع على شكل الدولة، عشوائية بنخلق. ولكن هذا الاختلاف مصطلحات، هذا الاختلاف أليس هو واحد من سمات الديمقراطية؟ ان يكون في اختلاف في وجهات النظر يتم الاتفاق حولها فيما بعد. اختلاف، انما كيف اختلف؟ الشعب المصري دلوقتي بقى حاجتين، يا ثورجي يا فلول. لا في حاجات في النص، الانقسام يعني الانقسام الرهيب. واسهل حاجه دلوقتي ان انا اوجه لك التهم انت فلولين، اسهل حاجه بدون اي بتاع، انت ثورجيه، انت بتتعاملي مع اللي هو ده المشهد السياسي المرتبك اللي للاسف الشديد جدا يعني. نعم. عايشينه. نعم، نذهب مره اخرى الى زياره المفتي للقدس، ولكن من هذا العنوان: الحبيب علي الجعفري يبارك للمفتي زيارته القدس المحتله ويدعو لنصرته. هو والله انا عن نفسي الموضوع ملتبس عندي يعني. ما الذي سياتي هنا تحت تصريح الحبيب علي الجعفري؟ يعني هو كان في تجربه للحبيب علي الجعفري، ولما كان سافر القدس لسه ما فيش اسبوع
وكانت الدنيا هاجت عليه بالشكل ده. فهو يعني دي كان زيارة المفتي كانت نجدة للحبيب علي الجعفري وعشان تسنده لأنه كان هاجت عليه الدنيا يعني في الفترة الأخيرة دي على الحبيب علي الجعفري بما له من شعبية وما بيمثلش أي مؤسسة دينية رسمية لكن هو ليه شعبية جارفة على مستوى الوطن العربي وقد يكون العالم الإسلامي وهو ليه رؤية. لما جه بقى ممثل مؤسسة رسمية فما صدق يعني يلاقي حد يعني معاه فلازم كان الحبيب علي الجعفري يرحب بذلك. ده من وجهة نظرك سبب؟ لا مش لا ده مش وجهة نظري انا يعني وجهة نظري مختلفة تماما يعني عن القصة دي لان انا اصلا بقول لك الوضع عندي ملتبس لانه المقدسيين دول عرب ولا مش عرب؟ عرب. طب دعنا نلتزم بما هو موجود على البوابة اصلا. لا هو البوابه هنا واخده الموقف المحايد في عرض وجهات النظر مش واخده اللي هو ايه بقى؟ لا اللي هو مجرد عرض الوجهتين وجهه فلان. طب ما هي وجهه نظر علي الجفري؟ لا الجفري وجهه نظره انه الذهاب للقدس الذهاب بيشجع على ذلك المسلمين يعني على ان هم يتجهوا للقدس وما نتركش المقدسيين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين لوحدهم يواجهوا الاحتلال يعني. نعم نذهب الى هذا العنوان ايضا من على البوابه. الجنزوري يقرر تجميد 45.9 مليار جنيه من الصناديق الخاصه وتحويلها للخزانه. الموضوع ده من الاول كان من مطالب ومن قبل الثوره بكتير كان ناس كتير بتتكلم عن المليارات اللي في الصناديق الخاصه. كان موضوع غامض بالنسبه لناس كتير. طب ما هي البلد اهي ما شاء الله فيها مليارات يعني بس كانت كل مؤسسة بتتعامل مع صندوقها الخاص يعني هو المفروض مثلا صندوق العاملين في المؤسسة لكن كان مؤسسات كتير أنا مش كلمة كل دي أنا مش معاها لكن مؤسسات كتير جدا كانت بتتعامل مع الصناديق دي على أنها صناديق الرئيس رئيس المؤسسة وأذنابه فكان بتبقى باب خلفي للنهب رغم أن هي معمولة لأغراض سامية تماما يعني معمولة أغراض اجتماعية الأغراض ترفيهية حاجات تانية خالص يعني للطوارئ لا ليه لكن أخذت للنهب والسلب وأعتقد أنه الفترة دي كلها كان بس بيحاولوا يكشفوا عن الصناديق السرية هم. نعم نذهب إلى عنوان آخر. الشؤون الدينية بمجلس الشعب لا مانع من بناء كنائس جديدة بما يتوافق مع عدد الأقباط. برضو مشكلة في أي سياق جاء هذا التصريح أو هذا القرار؟ أو على أساس أنه هو دلوقتي عايزين يعني الـ 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 المشكلة دي مطروحة من الأول مشكلة بناء الكنائس الأقباط قبل الثورة ومن فترة كبيرة عرض على أساس مناقشات اللجنة الدينية اللي في مجلس الشعب وتقريرها كانت تتعرض لهذا. انا مش عارف كلمه لا مانع. طب وانتوا كان عندكم حاجه تانية غير لا مانع يعني ايه؟ ما هو طبيعي انه واحد مسيحي يروح الكنيسه لا ايه اللي البوابه كاتباه يعني هم كاتبين بما يتوافق مع عدد الاقباط يعني ايه؟ ما هو دلوقتي حتى الان الحصر لعدد المسيحيين اللي في مصر الاقباط على بكل مذاهب لحد دلوقتي مش معروف ايه. في مشكله اساسيه هل الكنائس اللي موجوده متوافقه ولا لا؟ طب مش متوافقه. طب ما في هناك ناس بيقول لك الاديره. طب الاديره دي بعيده والناس ما بتروحش للصلاه وهكذا. فالمشكله دي لابد ان تحسم. بس انا لو قلت لك انا رؤيتي الشخصيه احنا بنشوف في الجوامع والكنائس ما شاء الله الجوامع غير يوم الجمعه ما بيبقاش فيها غير صفين والكنائس يوم غير يوم الاحد ما حدش بيدخلها غير 50 60 ماشي ولكن ده فيعني احنا بس هنا مبنى وهلال وصليب يعني لا ده مش معناه ان اللي عايز يبني مسجد ما يبنيهوش واللي عايز يبني كنيسه لا بس يعني انما ليعمر الكنيسه ويعمر المسجد القصه مش قصه ان احنا نبني مش قصه عدديه ما هو كتر الله من الكنائس وكتر الله من الجوامع لكن اخلاقيات الدين الاسلامي اخلاقيات الدين المسيحي فين؟ طيب. نذهب إلى المحكمة الدستورية العليا تقرر مصير المهددين بالعزل وعلى رأسهم شفيق خلال 15 يوما. ده كان قرار متوقع من المجلس العسكري إن هو على أساس إن هو مش الجهة يعني اللي فيها عسكريين ما مفهومش جهة الاختصاص فالطبيعي بعتوا لهم قانون من الأول سير عليه المشكلة بخصوص الدستورية بتاعته. طيب نروح لمين؟ نروح لبتوع الدستور. بتوع الدستور اللي هم مين؟ هم المحكمة الدستورية العليا. فالطبيعي ان هو يتعرض على المحكمة الدستورية العليا. بس طبعا هيبقى فيه رفض. نعم. لان احنا للاسف الجديد عايزين القضاء يحكم على اهوائنا، اللي عايز يبقى دستوري يقول لك القضاء لازم يحكم من الدستوري. نعم.
وهي ما فيش مشكله مليونيه قدام المحكمه الدستوريه وهياخدوا الحكم اللي هم عايزينه مش قصه. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد شمروق عضو ديسك بوابه الاهرام الالكترونيه. اشكرك جزيل الشكر. اشكرك ايضا استاذ عماد الفقي مساعد رئيس تحرير الاهرام. اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بعد هذا الفاصل نلتقي مره اخرى ونلقي نظره على ملحق الجمعه بعد الفاصل. مرة أخرى الآن معي الأستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة. أهلا بك. أهلا بك أستاذ. نبدأ من المواجهة تحت هذا العنوان حجاج القرى حائرون بين الداخلية والسياحة. اللواء العطار وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية نسعى لتنظيم الحج بدون أرباح مراعاة لمحدودي الدخل. وإيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة يقول نحن الأولى بتنظيم باعتبارها رحلات سياحية. هي دي عبارة عن طبعا المواجهة الأسبوعية هذا العدد فردناها للخناقة بين السياحة وبين وزارة الداخلية حوالين تنظيم الحج. المعروف طبعا أنه خلال 3 أو 4 أسابيع سيبدأ موسم الحج، ومعروف أنه فيه بينقسم إلى 3 شرائح: جمع حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة. حج القرعة عليه خلاف بين الداخلية وبين السياحة. السياحة بتقول إن من حقها هي تاخد تنظمه، الداخلية بتقول لا احنا بننظم ده مراعاة لمحدود الدخل حتى لا يقعوا تحت طائلة تجارة الشركات السياحية. فأجرينا المواجهة زي ما تفضلت سيادتك بين اللواء العطار محمد العطار وكيل وزارة الداخلية للشؤون الحج اللي هي الشؤون الإدارية، وبين إيهاب اللي هو حضرتك مسؤول عن أمين عام غرفة صندوق الغرف السياحية. الداخلية بتتمسك بحقها وبتقول احنا اولى بالتنظيم عشان نقدر نحط ضوابط ونتلافى مشاكل العام السابق. السياحة بتقول لا احنا الاولى بتنظيم هذه الرحلات باعتبارها رحلات سياحية وليست رحلات تخضع يعني لنطاق السياحة. وده حجم الاموال اللي تنفق في الحج والعمرة حوالي 15 مليار جنيه المفروض ان تبقى تحت اشرافنا لانها منظومة متكاملة. ده طبعا بيجري على خلفية انشاء هيئة عليا للحج انشأها قرار أن أصدره رئيس الوزراء الشهر الماضي، وشكل هذه الهيئة لمحاولة توحيد الجهات المشرفة على الحج في جهة واحدة. وهذه الهيئة تتبع مجلس الوزراء ويرأسها فضيلة المفتي، وهي المسؤولة عن الإشراف وعن الرقابة وعن تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق بين الداخلية وبين السياحة. من فيها قضايا متبادلة في القضاء الإداري حوالين في تنظيم الحج، في مسألة النهاردة ما زالت نظر محل القضاء سيبت فيها يوم الأحد، دي بنسبة الجلسة على أن السياحة بتستأثر بحقها في هذه الرحلات، بالإضافة لأن المسألة في مجملها طبعا هو الهدف منها هو ألا يقع الحج تحت طائرة الاستغلال، وفي نفس الوقت تبدأ رحلة الحج رحلة مريحة وأداء من أداء مناسك العبادة دون أي متاعب. إلى صفحة التحقيقات وهذا الحوار الذي أجرته الأهرام مع القم الصليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للأهرام تحت هذا العنوان معايير جديدة لاختيار الباتريارك. صليب متى لو عضو المجلس الملي بيقول انه النهاردة المعايير الجديدة لانتخاب البابا، هو طبعا جمدوا اللائحة اللي هي 57 اللي هي كان على اساس يتم اختيار البابا، هو ما قدروش يغيروا الانتخابات هتتم وفق هذه اللائحة مع وضع معايير اخرى في عملية ادلاء الناخبين باصواتهم، في عملية تجميع الناخبين، في عملية توقيعهم امام الكشوف الخاصة بهم، بالاضافة الى انه حدد 10 أغسطس القادم أن يبدأ انتخاب البابا وأن يسمى في الأوائل من سبتمبر في الشهر التالي له. وبيؤكد كمان رأيه أيضا بعيدا عن اختيار البابا في الجامعة التأسيسية، لأن الأطباط كانت انسحبت الكنيسة الأرثوذكسية من تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور لأنها كانت ممثلة باثنين فقط، هما بيطالبوا أنه لابد أن يكون هناك شخص ممثلا للأقباط في اللجنة، وبيطالبوا أيضا بأنه سيعود الرئيس المدني اللي هو بيحكم بدولة مدنية ذات مرجعية دينية بعيدا عن المرجعية الدينية دولة مدنية لضمان واستقلاليات وحماية مطالبهم. نذهب إلى ملحق الجمعة وهذا العنوان زمن إرهاب القضاء. زمن إرهاب القضاء احنا فردنا الغلاف ليه طبعا على خلفية ما حدث في محاكمة في جلسة القضاء الإداري الخاصة بتحديد موقف
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حول البت في قضية جنسيات والدته، هل هي مصرية أو أمريكية؟ كان المنظر ملفت للنظر، فخلال الجلسة استشهد مؤيديه وافترشوا الطريق وافترشوا مجلس الدولة بالكامل. ملاحظة لزميلنا الحقيقة هاني الذي استطاع أن يقدم ما حدث في المحكمة بصورة قلمية رشيقة، أكد فيها على أن القضاة لا يملكون أن يحكمون تحت الإرهاب، وكيف للقاضي أن يصدر حكم حيادي وهو تحت ضغط الرأي العام. بس الرأي العام حاجة وتانية، والاعتصام والمظاهرات حاجة تالتة. لا يعني أنا أتحدث، ليه الاعتصام والمظاهرات والاعتراض تسمى إرهاب؟ لا هو ليس اعتصام أولا، القضاء لابد أن يكون هو فيه ثقة في القضاء أو لا توجد ثقة. المفروض أن القاضي هو لا يحكمه إلا ضميره الأوراق والشهود التي أمامه. فما حدث في هذه القصة كانت عملية المظاهرات أو كان عملية الضغط على الرأي على القضاء في خلال المنصة، لدرجة أن علقت بوسترات أو علقت لافتات للمرشح خلف منصة القضاء. أن هناك مطالبات بهتافات تحريضية، إما أن يحكم لصلاح أبو إسماعيل أو إما لحازم صلاح أبو إسماعيل، وإما لن ينجو مجلس الدولة من التخريب. كان هناك يعني شبه يعني ضغط على قوة تأمين الجلسة وفي نفس الوقت على القضاة الذين يجلسون على المنصة، مما جعل القضاة يتعجلون. هو طبعا قضوا بما فرضه عليه ضميرهم، ولكن نحن نحذر من هذه المسألة بشكل عام. ليست هذه المرة الأولى تظاهرات أو ضغوط على القضاة، ولكن كررت في جلسات عدة. هذه نحذر منها حتى يكون ضمير القاضي مستريح وهو يدي حكمه تحت أي ضغط، بعيدا عن أي ضغط. طب نذهب إلى إلى الحوار. صفحة الحوار هي حوار هذا الأسبوع مع الكاتب والروائي الأستاذ بهاء طاهر، وهذا الحوار الحقيقة يجسد فيه الأستاذ بهاء طاهر ما يحدث في مصر الآن، ويشخص الحالة التي يتخوف منها البعض. هل مصر إلى أين تسير؟ هل ستتعرض إلى مسألة تقسيم؟ تعرض إلى مسألة تدخل؟ هل ستتعرض إلى ترجع للمربع رقم صفر من جديد؟ هل هناك انتخابات رئاسة؟ هل هناك يعني كل ما يحدث على الساحة ناقشته فيه عبد الرزاق، واستطاع الأستاذ بهاء طاهر يشخص الحالة ويؤكدها أن مصر لا تقبل التقسيم ولن تذهب للتقسيم، وحدها بين الشمال والجنوب، جعل لها تميمة غير قابلة للتقسيم أو التجزئة. لعنة. لا مش لعنة، مين هي؟ قد تكون ميزة. وبقول طبعا بيتوقع أيضا أن الصراع بين العسكري وبين الإخوان قد يحدث، لأنه صراع. صفحة 4 هي صفحة جديدة بنحاول فيها أن ترصد الكاميرا إلى جانب أقل عدد من الكلمات ما يحدث في بعض الأماكن التي تنتشر في مصر، ومنها بحيرة البردويل. وهذه البحيرة كان لها سمعتها وشهرتها في مصر بكثير، طبعا تعرضت لاحتلال واقتطاع ودخل فيها صناعة الملح، لدرجة أن احنا كان التعبير موفقا في عنوانها أن بحيرة البردويل نفسها كانت أن تغرق في الملاحات. بنصل الى في صفحه المراه الحقيقه في قضيه مهمه جدا، رجعت صفحه المراه. طب شقه باسم الزوجه، يمكن ده اصبح توجه القادمه مثل قضايا الخلع والرجوع في مثل هذه القضايا. فالشقه من حق الزوجه، يجب ان يضمن لها هذا الحق قبل الزواج، فاصبح معلق النهارده في البيت، يطرح في حالة النية أو في حالة مشروع لزواج أي بنت يشترط فيها أن تكون الشقة باسم الزوجة. طب كويس أنك قلت لي. أنت عايزة شقة. طبعا صفحة الفن بنقدم فيها بشكل عام، إنما المفاجأة عندنا في صفحة الساخر للزميل محمد. السلفيين. هو أنه رصد من بعض مقولات السلفيين وبعض من كتبهم ومن داخل أقوالهم الندرة والطرافة التي يتحدثون بها، على عكس السلفيين من تجهم وفي الرأي أو غلظة في الكلام. فالمداولات نتركها للقارئ، فتجد فيها بعض النكات الجميلة استطعنا أن نحشدها كلها في صفحة القارئ. نسيبها للقارئ. طبعا الكتاب هو من سيحكم العالم غدا، وده كتاب ظهر في فرنسا في العام الماضي 2011 للكاتب الفرنسي جاك أتليه، وعرضه الأستاذة ليلى حافظ لتؤكد أن برضو لا فصل بين الاقتصاد والسياسة. فإذا كان السياسة لها باع في حكم العالم، فأيضا الاقتصاد له الباع الأكبر، وهذا أعتقد من الكتب التي تشغل العالم هذا الأسبوع. الرئيس على شاشات السينما، استيحاء من وضع الرئيس في أي مكان، كما العالمية الرئيس نيكسون والرئيس بوش وغيره في شكل أفلام سينمائية، وأيضا السينما المصرية جسدت صورة الرئيس في مثل طباخ الرئيس وزاذا
حاولنا كيف تعالج السينما أو الدراما السينمائية موقف الرئيس سواء كان متشددا أو سواء كانت عليه نعم. ملاحظات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد العظيم وزير الأهرام والمشرف على حلقة الجمعة، أشكرك جزيل الشكر. أنا يشكر. مشاهدينا كانت هذه حلقة اليوم من سكرتير التحرير، أشكركم أنتم أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.